السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع المتتبعين الأوفياء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل والكلام الطيب اللي كتخليو لي في الكومنتير اللي الله يخطيكم عليا كاملين، ويا ربي ترفع علينا هذا البلاء في أقرب وقت يا ربي، ونرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا. ومرحبا أيضا بالمشاركين الجدد اللي أول مرة كيشوفوا القناة، نتمنى تعجبكم وتستفدوا منها. ما تنسوش ديروا الاشتراك وديروا اللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنسوش أيضا تتابعوني على الانستغرام للمزيد من التواصل وأيضا المزيد من المعلومات والصور. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا كما وعدتكم غادي نحاول ما امكن نرجع معكم الدروس كما قالت لي واحد الاخت، لان تقريبا جل المعلومات رانا درتها في الفيديوهات، ولكن كاين الاخوه اللي ما شافوهمش يعني بحكم عدم التحقق بالقناه. المهم كاينه نقاط، كاينه اسئله اللي ما كنقدرش نفسر فيها، كنحاول ما امكن نجاوب عليها، وهذه الفرصه انكم تخليوا الاسئله ديالكم في لي كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوب عليها بشويه بشويه. هاد الفيديوهات اللي غادي ندير كل ما تحت الفرصه غادي ندير فيديو كنجمع مجموعة الأسئلة كنجاوب عليها. أول سؤال اللي غادي نبدأ به اليوم هو واش كاين ضريبة كتخلص بعد البناء؟ مجموعة من الإخوان سولوني هذا السؤال، هذا واش كاين شي ضريبة من بعد ما كتكملوا البناء وكتبغيو تاخذوا صلاحية ديال السكنة، واش كاين تما شي ضريبة؟ نعم كاينة ضريبة كتخلص، ولكن ماشي كل شيء، يعني كاينين اللي معفي منها. كتخلص اللي عنده المجموع ديال المساحة اللي بناها أكثر من 300 متر مربع، يعني ماشي يعني الارض خصها تكون فيها اكثر من 300 متر مربع، لا، المجموع المساحه اللي مبنيه، يعني تقدر تكون عندك غير 100 متر في الارض وبنيتي الطبق الاول والطبق الثاني والطبق الثالث، يعني طبق الارض يعني اخ بلس 2، راه انت وصلتي 300. فهمنا هذه النقطه؟ هذه يعني مجموع ديال البناء، يعني الا كان عندك 100 متر ودرتي اغ بلس 2، او اللي عندك 120 او هذه ودرتي اغ بلس 2، راه غتجمع المهم المساحه الاولى والمساحه الثانيه والمساحه الثالثه اللي عطاتك اكثر من 300 متر، راه كاينه واحد الضريبه غادي تخلص من بعد البناء. اما بالنسبه للناس اللي عندهم اقل من 300 متر، يعني مثلا بحالي انا ما فايتاش 300 متر، لاني عندي الطبق الارضي فيه 86 متر، الفوق وصلت لي 94، والفوق مره ما بنيتوش كامل، بنيت غير 70 متر مربع، يعني المجموع ما كملش 300 متر، يعني ما خلصتش هذيك الضريبه. السؤال الثاني هو واش ندير كوزينه محلوله؟ هذا السؤال كنتوصل به دائما، ودائما الاخوان ملي كيوصلوا للكوزينه حيت كتعجبهم الكوزينه تكون مفتوحه ومبهجه، ويعني تكون يعني هكا محلوله في وسط المنزل، وفي نفس الوقت كيتخوفوا وما يديرولهاش الباب ويصدقوا في مشاكل من بعد ويتنادم معاهم الحال. المهم انا التفسير ديالي بالنسبه للمنطق اللي غدا به انا، ودائما كنوصي عليه الاخوان، هي اذا كان عندك طابق واحد يعني شقه يعني طابق واحد، من الاحسن دير الكوزينه الباب، من الاحسن، لان باش ملي كتكون مثلا عندك البراني وعندك الضياف كتكون فوسط السيده، كتكون داخل الكوزينه ديالها كتكون واخده الحريه ديالها، يعني كتشتغل براحتها، يعني ما كتكونش هذيك الكوزينه مفتوحه ويعني اللي جالس في الصالون كيشوفك، يعني ما كتكونش واحد النوع من استقلاليه. لهذا انا اللي عنده طبق واحد يدير الكوزينه بالباب ديالها، يعني بلا ما يتردد فيها. بالنسبه للاخوان اللي عندهم مثلا اكثر من طبق وعندهم الكوزينه، ولكن الكوزينه دايرينها اون فاس مع الصالونات، حيت كاين اللي عنده الطبق الاول والطبق الثاني، ولكن رغم ذلك ما دايرش الكوزينه بوحده، يعني عنده كوزينه اللي كيشتغل فيها عنده اون فاس مع الصالونات، حتى في هذيك الحاله غادي دير لها الباب ديالها من الاحسن، يعني الا كانت في واحد المكان شوف الوضعيه يعني التصميم فين عندك داك المطبخ، من الاحسن دير لها الباب ديالها. ولكن بالنسبه للاخوه اللي عندهم الكوزينه جات في واحد ليطاج، اما قدامها غير السيجور يعني البلاصه فين عاد جلس انت، اولا يعني ما كاينش الصالونات، اولا جات في الطبق اللي فيه الصالونات ولكن الصالونات جاوا مخبعين يعني مستقلين، وخا الكوزينه اللي خليتيها مفتوحه ما غاديش تبان منها. في هذيك الحاله هذيك من الاحسن خليها مفتوحه. بالنسبه اللي كيقول لك لا الرائحه كتبقى وسط المنزل وهذه، يعني راه دابا كاينه لاهوط والكوزينه راه كتكون عندها النافذه، يعني ما كيكونش اشكال كبير، فهمتي؟ بالنسبه لي انا يعني ما عنديش هذاك مشكل كبير، وعاد كتجي مفتوحه كتجي مفوجه، حتى السيده ملي كتكون تشتغل داخل الكوزينه كيكونوا مثلا السيجور ولا داكاسين كيتفرجوا، المهم كتكون كتهضر معاهم كتراقبهم، يعني كتحس براسها بان بحال المنزل ديالها كامل الملك ديالها. بالنسبه لي انا كما شفتوا راه عندي في الطبق الارضي، حيت عندي تما غير السيجور والكراج والمهم دخل الدار وهذه، راه درتها مفتوحه على السيجور، يعني الكوزينه ما سديتلاش في الاول، كنت ساده على الباب ومن بعد وليت حليتها، وعندي الصالونات الفوق يعني ما قدامهمش الكوزينه.
السؤال الثالث، واش ندوز لانستالاسيون ديال الغاز في المنزل؟ كاينين الاخوان اللي متخوفين من هذه المساله، باغيين يدوزوا لانستالاسيون ولكن كيخافوا. ما عندكمنيش تخوفوا، لان بزاف ديال الاخوان كنعرفهم دايرين هذه القضيه هذه وما كاين حتى اشكال، بالعكس راه اكثر امانا، لان البوطه ما كتكونش معاك في نفس المطبخ. لانستالاسيون كيفاش كدوز؟ كيدوز البلومبي اللي كيدوز لك الماء، او اللي يقدر يكون تريسيان كيعرف يدوزها، يعني كيكون شي واحد يعني ديجا دوز هاد لانستالاسيون. اذا كان غيخدم لك بلومبي او لا يخدم لك تريسيان، غادي تسولو في هاد المساله هادي، يعني اللي كيكون ديجا كيعرف يدوز انستالاسيون ديال الغاز. كدوز بالنحاس يعني في وسط الحيط، تقدر دوز حتى ليطاج الفوقاني، يعني اللي كانت عندك المطبخ الفوق ليطاج الفوقاني. والبوطه تقدر ديرهم في الكراج، يعني الاماكن فين تقدر تحطهم، تقدر ديرهم تحت الدروج، يعني اللي كانت عندك واحد المساحه، تقدر ديرهم في لاكور، اللي كانت لاكور مثلا ما مفتوحاش على الكوزينه وعندك بوحده وفي شي بلاصه في شي مكان تما في شي قنت. ولكن انا احسن بلاصه كتعجبني في الحقيقه اما تحت الدروج حيت يجوا مخبئين، اولا في الكراج. وكدوز لانستالاسيون ديالهم بواحد يعني واحد لاكان كدوز في الحيط، وكيطلع لانستالاسيون ديال النحاس. ومن بعد كيكون عندك مثلا جوج بوطات وكدير لهم الطوندور مع بعضياتهم باش كيدوز الغاز مع بعضه في تي واحد باش يطلع لك الفوقي، يعني ما فيها حتى اشكال هذه القضيه هذه، ما فيها حتى مشكل. شوفوا غير السيد اللي يكون ديجا يعني كيعرف يدوز هاد لانستالاسيون وصافي. السؤال الرابع، واش ضروري نديروا الحيط ديال الواجهه مضوبل؟ بالنسبه للحيط اللي كيكون على الواجهه، واش ضروري نديروه مضوبل؟ بالنسبه لي انا كنركز على هذه القضيه هذه، خصوصا الناس اللي باقيين كيبنيو، من الاحسن تضوبلوه باش كيجيكم حتى هذاك الكاشريدو يعني مدفون، يعني كديروا حيط وحيط من داخل وكيبقى لكم واحد الفراغ، وكديروا فيه هذاك الكاشريدو كيجي مدفون. وفي نفس الوقت كتكون بحال درتوا واحد العازل المنزل ديالكم، يعني كينقص لكم الصوت، ما كتدخلكمش البروده. ومن الاحسن بطبيعه الحال ديروه بالياجور الاحمر، لانه ما كي غير نفاذ، يعني ما كيدخلش الماء بزاف بحال الياجور الاخر. وحاولوا ما امكن البناي ما يفوت لكم 7 سنتيم، الا خفتوا 20 استسمح 20 سنتيم، الا خفتوا مثلا ياكل لكم المساحه، خصوصا الا كانت المساحه ضيقه بزاف ما يفوت لكمش فيه 20 سنتيمتر. او المهم اقل ما يكون هي 20 سنتيمتر، ويحاول ما امكن ما يفوت لكمش هاد العبار هذا، هاد القياس هذا. وبالنسبه للجدران الباقيه، يعني دابا هنا هضرت لكم على الواجهه وباقي الجدران، واش ضروري هي تضوبلوها؟ نعم، بالنسبه للناس اللي عندهم مساحه شويه واسعه، من الاحسن يضوبلوها، راه ممتازه، كتهنم بزاف ديال المسائل. الا كان الجار ديالك عنده الفويته ولا عنده شي بروده ما كتدخل لك شي، يعني انا بالنسبه للناس اللي عندهم مساحه شويه مزيانه كنوصي على النقطة هذه، واخا انا ما درتهاش في المنزل ديالي، لان انا المهم خفت على المساحة، ولكن في الاخر تنادم معايا الحال بصراحة، واخا عندي غير 86 متر مربع، ولكن من الاحسن كون كنت دوبلتها، كتهنم بزاف ديال المسائل، اللهم تجيك في المساحة ولا تجيك في شي مشاكل واحدة اخرى. كاين اللي كيبغي مثلا يدير هذاك العزل تاع على الصوت. بالنسبه للعزل على الصوت، يعني ما كتخليش غير الفراغ بين حيط وحيط، تقدر تزيد حتى كاينه واحد المواد اللي كدار في وسط بين حيط وحيط باش كتعزل لك حتى الصوت. بالنسبه للناس اللي باغيين يعزلوا حتى على الصوت، كيدار الفرشي وكيدار البوليستار، المهم كيداروا بزاف ديال المواد كاينين، كيداروا بين ملي كتضوب الحيط كيداروا بيناتهم. وبالنسبه للناس اللي باغيين غير على حسب الحراره وعلى حسب باش يضوبلوا الكاشريدو، يعني يكفي ان الواجهه تضوبل، هذه النقطه هذه يعني ضروريه كما قلت لكم. واللي عنده المساحه اكثر وبغى يضوبل كاع الجوانب ديال البناء، يعني الحيوط اللي على برا كاملين يضوبلهم، راه مزيان، راه في طبيعه الحال راه تجي احسن هذه القضيه هذه. المهم اللي باقي عنده شي سؤال كما قلت لكم يخليه لي في الكومونتير، الا كان شي اجابه خفيفه رانا كنجاوب عليه، الا كان شي حاجه كطلب الشرح راه غادي نحاول نشرحه في فيديو. وما تنساوش ديروا اللايك وتفعلوا الجرس، وتحاولوا ما امكن تبارطاجيو لي فيديو باش يوصلوا عند اكبر عدد ممكن من الناس باش يستافدوا منهم، وحتى نتوما كيكون عندكم الاجر ديالكم. بالنسبه لواحد النقطه، واحد الاخت كنت غادي نجاوب عليها
في هذا الفيديو هذا ونسيت انا تفكرت واحد الاخت دخلت شافت السقايه اللي بنيت في المنزل ديالي وقالت لي ما فهمتي كيفاش درتي اختارتي الزليج ديال السقايه. رانا ملي اخترت الزليج في المحل رانا كنت درت لكم واحد الجوله في الفيديو غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني وريتكم كيفاش الطريقه اللي اخترت الزليج، يعني اخترت الزليج اللي فيه هذاك الشميشه اللي كتجي في الوسط فين كيكون الروبيني، حيت كاين الزليج اغلبيه البلدي كتلقى داك الشميشات بزاف. انا اخترت غير اللي فيه شميشه وحده اللي باش تجي في الوسط، وفي نفس الوقت السينيفه اخترت زليج اخر، يعني ملي تمشي لمحل الزليج شوف الزليج البلدي اللي كاين كامل وحاول ما امكن دير تداخل بيناتهم، تقدر تاخذ الشميشه من هذا الزليج والجناب اللي كيكون في الشميشه من زليج اخر والسينيفه تخدم زليج اخر، يعني واخا يكون ماشي نفس نوع الزليج راه كيعطي الجماليه للسقايه. وغادي الاخت اللي كانت سولتني غادي نخلي الرابط في صندوق الوصف ديال الفيديو اللي اخترت فيه الزليج من السقايه، وبسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله.